أحبتي الكرام في كل مكان أينما كنتم وأينما تواجدتم، أصدقائي الأوفياء متابعين الأعزاء عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إحدى لقاءات الجولة رقم 24، لقاء جديد وموعد يتجدد عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس من مدينة المحلة ومن قلعة الصناعة في مدينة المحلة بمحافظة الغربية، ولقاء بلدية المحلة مع الداخلية في إطار لقاءات الجولة رقم 24 من منافسات دوري نايل لموسم 2023-2024. محمود بسوني هو من يدير اللقاء تحكيميا، يعاون في لقاء اليوم صالح محمد مساعد أول، ولدينا عدي عيد مساعد ثانية، الحكم الرابع سيد منير، حكمي تقنية الفيديو في اللقاء اليوم عمرو الشناوي ويعاونه عاطف حسين كما نتابع أمامنا على الصور، فنتمنى لهم كل التوفيق في إدارة هذا اللقاء الصعب الذي يجمع الفريقين. بلدية المحلة والمدير الفني أحمد عبد الرؤوف بيدخل اللقاء بتشكيل مكون من أحمد حسين على مستوى حراسة المرمى، أمامه ثنائي قلب الدفاع نور الزمان الزموري ومحمد رجب، في الجهة اليمنى هشام حافظ، في الجهة اليسرى السيد عوض زياد، وفي وسط الملعب إسلام مرزوق، ماجد هاني، وبنجامين إينوك، في المقدمة يتواجد أحمد عثمان، محمد أميسي، وحسام أشرف هداف الفريق وهداف مسابقة الدوري حتى الآن بعد أن سجل 11 هدف في المسابقة. في الجانب الآخر عيد مرزيق المدير الفني لفريق الداخلية وفي أول قيادة فنية له مع الفريق هذا الموسم، بيبدأ اللقاء بمحمد مجدي في حراسة مرمى فريق الداخلية، أمامه رباع الدفاع كريم يحيى في الجهة اليمنى، وفي اليسرى يتواجد محمود منصور، قلباء دفاع معاذ الحناوي وعبد الرحمن صميدة، في وسط الملعب على مستوى محور الارتكاز يتواجد الثنائي أدهم حامد بالإضافة لمحمود حسونة، أمامهم بيتواجد أشرف بالقاسم اللاعب التونسي أشرف بالقاسم العفلي، وفي المقدمة ثلاثي الهجوم إسلام عبد النعيم فانوم ألفريد ويوسف تونجي. يوم على مقاعد بدلاء فريق بلدية المحلة بيتواجد محمود ماهر، محمد صابر، يوسف حسن، وحيد محسن، عبد الرحمن سمانة، موسى أفرم، وكريم ممدوح بالإضافة لأحمد كهربا وحمزة مجدي، بينما في الجانب الآخر لفريق الداخلية بيتواجد على مقاعد البدلاء رمضان مصطفى، محمد علاء، شريف دابو، أحمد عماد، محمود أكا، زياد طارق، مصطفى فوزي، محمود صابر، ومحمود شرقية. انطلقت المباراة من لحظات بصافرة محمود بسوني الحكم اللي أدار 7 لقاءات في بطولة الدوري هذا الموسم، وده اللقاء الثامن اللي بيتولى إدارته تحكيميا. مرتدة من وسط الملعب، ماجد هاني، إسلام مرزوق، أحمد عثمان، كرة توصل لماجد هاني في الجانب الأيمن، تقدم أحمد عثمان وراء سيد حسام أشرف، ارتقاء لكرة من أعلى نقطة والتوجيه بضربة رأسية جميلة لكن تمر بمحاذاة القائم الأيسر لحارس مرمى فريق الداخلية محمد مجدي. مع الدقيقة الـ15 يظهر حسام أشرف بعد تلقيه لكرة عالية عرضية من ماجد هاني داخل منطقة الجزاء، كان أحمد عثمان تقدم جهة اليمين، كان ممكن يلعب له الكرة والدخول لمنطقة الجزاء يكون أسهل، لكن فضل ماجد هاني ويلعب كرة عالية داخل منطقة الجزاء. المباراة اللي كانت في الأسبوع 18 مع أولى لقاءات الدور الثاني من مسابقة الدوري، كرة عالية لحسام، عادت إلى إسلام، رأسية من إسلام مرزوق، كرة كانت فيها راحة الخطورة على مرمى فريق الداخلية وعلى خط الدفاع وحارس المرمى محمد مجدي، ولكن اصطدام إسلام مرزوق مع أحد المدافعين وبضربة راس وصلت سهلة إلى منتصف المرمى إلى يدي حارس المرمى محمد مجدي. لا زال إسلام مرزوق ساقط على أرض الملعب وداخل منطقة الجزاء، جماهير بلدية المحلة في هتاف وفي تشجيع مستمر. محمود بسوني أوقف اللقاء، راح يطمئن على سلامة إسلام مرزوق. إعادة لكرة كانت عرضية من السيد عوض زياد داخل منطقة الجزاء في اتجاه حسام، هنا كان في تدخل بعد إبعاد من معاذ الحناوي من أدم حامد مع اللاعب إسلام مرزوق، حكم اللقاء كل شيء مطالبة باحتساب ركلة جزاء لاعتبار إن كان في تدخل ومحاولة منع إسلام، لكن المنع كان بطريقة شرعية. أدي كرة أدم حامد، إسلام مرزوق اللي اختل توازنه واللي كان بيحاول إنه يسيطر ويستحوذ على الكرة، في الأخير لمسه بالراس وراحت إلى يد حارس المرمى محمد مجدي.
عموما في ركلات الجزاء فريق داخلية احتسب عليه 4 ركلات جزاء، بينما فريق بلدية المحلة فاحتسب له 6 ركلات جزاء. بلدية المحلة تحصل على 6 ركلات جزاء في اللقاءات السابقة، الداخلية احتسب ضده 4 ركلات. هي الركلة الخامسة تحتسب على فريق الداخلية هذا الموسم، وهي الركلة السادسة اللي بيتحصل عليها فريق بلدية المحلة. حسام أشرف هداف الفريق وهداف الدوري وبرصيد 11 هدف على موعد مع هز الشباك في اختبار صعب أمام حارس المرمى محمد مجدي. من يتفوق على من سجل وتقدم لفريق بلدية المحلة مع الدقيقة 34؟ فرحة محلوية بعد هدف أول لصالح حسام أشرف هداف الفريق وهداف مسابقة الدوري، يزيد من رصيده التهديفي ويصل للهدف رقم 12، ويصبح فريق بلدية المحلة متقدم في النتيجة بهدف 1-0. سددها على يمين محمد مجدي حارس المرمى اللي راح واتجه، حاول انه يتصدى لكنه لم ينجح. كرة سريعة قوية وصلت للشباك زاحفة أرضية. بيتكلم أحمد حسين حكم المباراة أمامنا محمود بسوني بيحذره من عدم إضاعة الوقت حتى لا تشهر له بطاقة صفراء. أحمد حسين على تنفيذ ركلة المرمى، اتلعبت عالية إلى وسط ملعب فريق الداخلية، ومعها يطلق محمود بسوني صفارة الختام والنهاية للشوط أول في تقدم لبلدية المحلة بهدف دون مقابل من ركلة الجزاء. هدف سجل عن طريق هداف الفريق وهداف الدوري حسام أشرف. الشوط أول كما تابعناه وهو ينتهي بنتيجة التقدم لفريق بلدية المحلة بهدف 1-0. هدف سجل عن طريق ركلة جزاء مع الدقيقة 34، ترجمها حسام أشرف بعد أن تحصل إسلام مرزوق على ركلة الجزاء من تدخل لاعب الوسط من فريق الداخلية أدم حامد. درجة حرارة وصلت إلى قرابة 41 درجة مئوية في استاد غزل المحلة. فريق بلدية المحلة بزيوت تقليدي على يسار حضراتكم، بينما الداخلية على اليمين وكرة عرضية، لكن حارس المرمى يتصدى مع إبعاد إينوك من على خط المرمى. أولى كرات فريق الداخلية على فريق بلدية المحلة بعد دقيقة 47. كان قريب من التعادل من خروج حارس المرمى أحمد حسين والتصدي، لكن متابعة كانت بفعالية هجومية داخل منطقة الجزاء. لازالت الخطورة مستمرة، إسلام وعرضية داخل منطقة الجزاء، رأسية أشرف بالقاسم العفلي، لكن في يد حارس المرمى أحمد حسين. تقدم المصطفى يمتلك الكوة الجسمانية، مصطفى إلى يوسف تونجي، تحضير داخل منطقة الجزاء، محاولة تسديدة، كرة خطرة على مرمى فريق بلدية المحلة. هدف قد يحسم الأمور، قد يغير من سير اللقاء في حال إذا سجل. كرة عرضية اتلعبت لفريق الداخلية، تحضير اسلام عبد النعيم على حدود منطقة الجزاء، محاولة للتصويب، يا سلام يا اسلام، سدد على يسار حارس المرمى. كرة عادت إلى إنوك وسط ملعب فريق بلدية المحلة، وحيد محسن استلام والتحضير ممتاز، نال الكرة في اليمين، انطلاقة عن طريق حسام، حسام 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 حسام، قد يحسمها حسام وحيد، يتألق مجدي على مرتين، حارس المرمى من أمام ماجد هاني، تألق محمد مجدي والحفاظ على نظافة الشباك في الشوط الثاني، وإبقاء النتيجة هدف 1-0 من أجل الرد ومن أجل العودة ومن أجل التعادل. تقدم يوسف، لعبت إلى أميسي، أميسي، ولكن هناك ركلة حرة غير مباشرة لوجود تسلل على محمد أميسي، تمرير خاطئ، زياد طارق عاد الكرة تاني لفريق الداخلية، الخطير مصطفى فوزي يمر يراوغ على قوس منطقة الجزاء، لكن تأمين دفاعي من فريق بلدية المحلة. يا سلام، الله على حارس المرمى أحمد حسين، يتألق ويتعملق ويرتدي قفاز الإجادة ويتصدى لكرة مسددة كادت أن تخدع الحارس، كرة صوبها محمود حسونة، ولكن أحسن التصرف، الحارس يؤمن المرمى، يحافظ على نظافة الشباك. تاني من جديد
كرة منقولة، ماجد هاني استلام، تقدم، دخول لمنطقة الجزاء، ملعوبة لوحيد الله، لكنه متسلل. ماجد هاني من البداية كان متسلل رغم معانقة الكرة للشباك من قبل وحيد محسن، لكن ماجد هاني بالفعل كان متسلل. حاول محمود حسونة إيقاف وحرمان ومنع ماجد هاني من الزحف والتقدم للأمام، والكرة تمرر إلى وحيد محسن أسكنها في الشباك، لكن قرار سليم من عدي عيد مساعد التاني لحكم اللقاء. فاللاعب ماجد هاني كان متسلل، الكرة اتلعبت ثابتة وعالية إلى مصطفى فوزي على قوس منطقة الجزاء، ترتد إلى وسط الملعب، خرجت ومعها يطلق محمود بسيوني صفارة الختام والنهاية، ويا لها من نهاية سعيدة لفريق بلدية المحلة ولأنصاره وعشاقه. الفوز بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 34، والتوقيع كان عن طريق حسام أشرف هداف الفريق وهداف بطولة الدوري بعد أن سجل الهدف رقم 12. مبروك لبلدية المحلة، وصل إلى الانتصار السادس ورفع الرصيد إلى 22 نقطة، بينما الداخلية فتعرض الخسارة رقم 13 وتوقف رصيده عند النقطة رقم 12.